السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحيات لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومدوك زمانو تدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. النهارده يا جماعه تحدي جديد زي ما احنا عودناكم، بقى لنا فترات ما نزلناش تحدي. كان اللي منعنا ايه؟ الشتاء. لا، كان اللي منعنا ايه؟ الشتاء. لا، امال ايه؟ كان اللي منعنا ايه؟ زياد. امال مين؟ كان اللي منعنا ايه؟ الشتاء كابتن. الشتاء بيمنعنا عن حاجه؟ مش احنا كنا مصورين اخر مره حلقه التحدي في الشتاء؟ اه. كان اللي منعنا ايه؟ انا فاكر هو ايه اللي حصل. فحص الحمل اللي كان عندك. لا طبعا يا جماعه، النهارده تحدي جديد زي ما عودناكم، كل يوم تحدي، بس التحدي بتاع النهارده هيكون مختلف شويه لان معانا ضيف جديد، ومش ضيف ده، حد فرد مننا طبعا، سمر حقي. لسه فيك الميزه دي. سمر بقى يا جماعه ديت بنت خالتي طبعا، وتعتبر اختي. تمام طبعا، معانا كانت شغاله معانا الاول في المزرعه القديمه، ورجعت بقى هنا تاني وقالت والجديده رخرة. حضرتي هنا ايه كابتن؟ انت حاضره وهي بتتبني واشتغلت فيه كتير. ده احنا هنضحكوا عليكي ضحك. هنضحكوا عليكي ضحك. لا يا كابتن انا ما بضحكش. سمر الاشاره بتاعتها كده. بص بلاش من النبي. طبعا النهارده يا جماعه تحدي جديد. تحدي هيكون ايه؟ نقفوا كده. وقف كده. لا انت طويل، انت تعالى قدام. عايز الهوا. لا تعالي كده، تعالي كده. ده ما ايه يا ام زياد، انت مش واقفه على الفرن. جاهزين. اول ما نعد ثلاثه ايوه هنلف حوالين الكرسي ده. اول ما نقول ستوب، اول واحد هيقعد هو الكسبان. اربع كراسي او خمس كراسي. لا كرسي. ما احنا هنطلع في الاخر فيصل مين كسبان مين كسبان مين كسبان، وهيعملوا فيصل لحد ما يطلع في الاخر فرد واحد بس هو اللي هيكسب كله. بفرض احنا كلنا قعدنا على بعض. لا هو اللي بيقع بس، واحد بس اللي بيقع. حياه امك، بلاش نستعمل الغباء النهارده. طيب ماشي. خبي الغباء. في حاجه بتطلع تحت البطانيه. لا ايوه صحيح، المايك اهو. معلش الناس مصممه ان انا اعلق المايك هنا. تمام وانا علقت المايك. المايك ده هيفضحنا والله. جاهزين؟ اول الفيديو. جاهزين؟ اول ما نقول ستوب يبقى ميعاد القعدة. اول ما نقول ابتدي كله حلو. يلا اللفه يا جماعه، اللفه هتكون لحد هنا كده. ايوه تمام. محدش يجي جاي بقى لافف من هنا. ماشي تمام. اللفه هتلمس اليافطه وانت معدي كده بايدك. تمام. وبصوا يا جماعه عشان نبقوا ايه على نور شويه، هتعدوا برجليكم من الفرده دي. تمام، محدش يطلع من براها، وهنعدوا برجلينا من الفرده دي. تمام، وهنعدوا برجلينا من الفرده دي. يعني ايه عشان مفيش عربيه تحط هو على رجلك؟ وهنعدوا برجلينا من الفرده دي. تمام تمام. تعدي برجل واحده يعني. جاهزين؟ واحد اثنين ثلاثه. يا ابن الغبي، يا ابن الغبي. لا انا قلت ايش ابتدى يا ابراهيم. واحد اثنين ثلاثه. الكاميرا تقرب شويه. واحد اثنين ثلاثه ابتدي. يلا طب رامي رجلك في الفرد، رجلك في الفرد. الله ينور رجاله، الله ينور رجاله. سيبهم بقى يلفوا لهم ساعه ولا حاجه. الله ينور رجاله. لفوا من ورا اليافطه، لفوا من ورا اليافطه يا ابراهيم، من ورا اليافطه، من ورا اليافطه يا اسلام. يلا ما تمسكش اليافطه هتوقعوه. لا لا من ورا اليافطه. ايوه كده. لا 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 انا خسيت. ايوه كده خسيت يا ام زياد. يلا يا ام زياد الحال، فكره جميله، فكره جميله. اللي عايز يخس يجي معانا. يلا الله ينور رجاله. هتقول لو هنلفه ستوب. ابراهيم 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 هو اللي قعد الاول. ابراهيم اللي قعد الاول. اطلع بره ابراهيم على جنب كده. راتب صف، راتب صف، صف على الفرد، صف على الفرد. واحد اثنين ثلاثه. تعمل كده ليه؟ ابتدي. بس اليافطه ماشي يا ابراهيم. بعد 20 لفه، بعد 20 لفه هنقول ستوب.
قال بعد 20 لك بعد 20 لف عامل لك الصوم لف يا بقره لف دي ستوب اسلام 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 يا سيما لا والله جاهزين كده جاهزين يلا بسرعه واقف ورا زياد طب تخليني انا الاخير عشان انتوا تكسبوا واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثة ابتدي يلا ابتدي انت ما تدوسوش في الفرد على تكله ها؟ مندوس انا عن نفسي مندوس يا حرام 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 ستوب زياء معروفه ان زياد اللي هيكسب لا انت بتخليهم يقولوا احيانا يقولوا ستوب هكذا ايوه والله لما بيخلوا الشباب هنا انت بتقول لهم هكذا انتوا الاثنين لسه هتلعبوا قول احنا الاثنين لسه يلا يلا بسرعه عشان الحلقه دي اللي هو بسرعه وقف وراه يلا ما تقولش ستوب غير لما نوصلهم ماشي واحد اثنين ثلاثه ابتدي يلا مزيد بسرعه مزيد بسرعه لا حد دمك يا سامح الواد ده حلوف والله كابتن بيزقني يا رب نكسب يا رب يا رب نكسب يا رب ستوب صبر ام زياد طلعت يا جماعه تعالى معاهم هنا سمر تعالى معاهم هنا سمر ام زياد طلعت يا جماعه هارد لك يا ام زياد اقفوا صف اقفوا صف اقفوا صف بسرعه عشان ننهي الحلقه عشان ما تبقاش حلقه طويله على الفاضي هارد لك يا ام زياد يلا واحد اثنين ثلاثه ابتدي ستوب اسلام اطلع صف ورايا بقى انت ورايا المره خلينا واحد اثنين ثلاثه ابتدي قول ستوب بقى قول ستوب يا كابتن ستوب زياد 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 اقعد عند اسلام واحد اثنين ثلاثة ابتدي يلا ابراهيم انت ما دخلتش ليه هنا في الفرد يا ابراهيم في الفرد يا ابراهيم ما تخليها من قدام اليافطه يا كابتن ستوب معروفه 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 يا ابراهيم اطلع ابراهيم مع ام زياد يلا سمر معاه يلا حلوف انت لو زجتني ما تزقش وتغش يا ياسر ان شاء الله واخدين علينا فكره وحشه دايما حصان واحد اثنين ثلاثه ابتدي انت هيقطع نفسك احلى رجاله احلى رجاله احلى شباب صحكه يلا صحكه ايه ايه يلا عبوس تسمي من دريس تسمي من دريك لو ربنا بعيد بص يلا يا كابتن ستوب يا والله حلوف زياء الواد ده حلوف والله يا كابتن زياء انت مسك لي جبالك مين اللي قاعد الاول كده زياد زياد الكسبان تعالى هنا زياد تعالى هنا بعيد عن ابراهيم وام زياد عدو واحد اثنين ثلاثة انت ما قلتش ابتدى يا كابتن واحد اثنين ثلاثة كابتن بقى واحد اثنين ثلاثة ابتدي يلا ها ها شوف اسلام خبيث خبيث اسلام ده عايز يطلع كده والله بينام على كم ستوب اقعد يا اسلام معروف يا اسلام معروف معروف اطلع يا صاحبي انا علوف ده يلا
اخر تحدي ده يا جماعه بين اسلام وزياد، يا ترى مين الكسبان؟ والكسبان طبعا لو زياد مش هقول لكم ايه اللي هيحصل. جاهز؟ جاهز يا كابتن. يلا طابور التاني يا عم. وقف ورا اسلام بقى. واحد اثنين ثلاثة ابتدي. يلا سوق. بتشتغل بضمير ربنا بيكرمه ولا احنا بندخل رجل في كل كاوتشيها؟ سوق رجله طويله بيجيب رجله هنا. هنخش بقى نتعشى كده ونتغدى ونيجي. يلا رجاله، يلا رجاله، الله ينور رجاله. يلا رجاله، الله ينور رجاله. يلا رجاله، الله ينور رجاله. يلا رجاله، الله ينور. ها لا اسرع شويه، اسرع شويه. يلا سابقنا. لا اسرع رجاله. يلا سوق. هات يا رجاله. هات يا رجاله. اسلام بص بيجي على الحته دي ويتضيع. يلا يا رجاله اسرع يا رجاله. فين السرعه؟ اسلام يجي من هنا عشان هو عايز يروح قاعد على طول. النص يا كابتن. يجري يا اسلام. انا مش عارف اتفضل. اتفضل ايه؟ ايه رايك يابا؟ كابتن اظن مش حاسين بساعة. ها؟ مش حاسين بساعة. والله كيف نلعب رياضة. يلا كابتن عشان في خسة حتى يا زياد. سيبني انا سبقك بقد ايه يا ابني؟ تفكر يا كابتن. وربنا يسامحني. يلا يا ابني. يا عم هو يا عم. لا ورا بعض يا رجاله. يلا رجاله ورا بعض. اسرع يا رجاله. اسرع يا رجاله. طولت قوي يا كابتن. سلامة حلوة والله. اسرع رجاله. اسرع رجاله. اسرع رجاله. هو سلاح. اسرع رجاله. اسرع رجاله. اسرع سولو. اسرع اسرع اسرع. يلا ايه ستوب. انا يا كابتن والله هو اللي جزع هنا. والله العظيم هو اللي جزع هنا. والله هو اللي جزع. سام حتى ايدي. رحت انا قاعد الصراحه. بص انا قاعد اهو. انا حاطط ايدي كده وقاعد. شايفين مين يا جماعه؟ شايفين مين؟ اسلام. قاعدة مع بعض. لا اسلام. والله يا ابدا. اسلام حتى ايديه. رحت انا قاعد. انا ما حطيتش ايديا. تعادة. 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 تعادة صح؟ حتى ايديه. رحت انا قاعد. تعادة. رأيك يا محمود؟ تعادة. رأيك يا ابراهيم؟ رأيك يا ام زياد؟ رأيك يا سمر؟ يلا واحد اثنين ثلاثة ابتدي. لا بس سامحك ليه دي ستوب. اسلام. لا حتى اسلام. حتى اول موت. اسلام. اسلام. اسلام يا جماعه. رايك مين يا محمود؟ اسلام وربنا. اسلام. رايك مين يا ام زياد؟ اسلام. مين؟ اسلام. مين يا سامو؟ اسلام. ابراهيم مين؟ وربنا اسلام. 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 مبروك يا اسلام. برافو يا سوكا. هارد لك خليل. كنت هتاخد 50 جنيه وراحت عليك يا حل. طبعا يا جماعه اسلام هو اللي كسب التحدي ده. ايه رايك؟ انا تعبت والله. والله انا تعبت لك يا اخي. انا تعبت لك. ايه رايك؟ ها؟ انا مبسوط والله. احساسك ايه بعد ما نجحت؟ احساسي؟ ايوه. لا انا عايز سرير اهرب سرير عشان نريح. ايه ده احنا هنشتغل شراسه دلوقتي. ايه؟ ما لسه مفيش حاجه. هتعشينا النهارده؟ ايه رايك؟ 50 جنيه؟ لا ده 50 جنيه كان خليل. اه؟ لازم تدينا حاجه لو ايه؟
ايه رايك؟ طب رد عليهم طيب والنبي. نديهم حقيقة حاجتي. انت ايه رايك في ال لا مية مية والله. ها؟ مية مية. الله ينور عليك اسلاء. وسرعة في الاداء منك عشان انت خفيف شوية انما خليل ده دبابة والله بيخش بيزق. خليل بس انا فرحان ان انت خسيت شوية خلي بالك مش حبة ده. فكرة والله لعبة جميلة. تيجي نعدوها تاني؟ لا حلو كده. طبعا يا جماعة تحياتي لكم جماعة تحياتي لكل الناس المشتركة اللي طلع كسبان في التحدي ده هو اسلام. ام زياد متأثرة جدا بان هي خسرت ما كانتش حابة ان هي تخسر. ابراهيم لما بيخسر ما بتفرقش معاه. سمر لما خسرت ده اول يوم ليها في التحدي باذن الله ومشيت ربنا هتكرر معانا تاني وتالت ورابع واكيد هيجي عليها يوم تكسب غلا تمام. زياد تاني اوح مع اسلام لحد ما في الاخر النتيجه خدها اسلام والصالح لاسلام. طبعا اكيد 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 ان هيطلع في الحلقه ديت بالذات اللي فيها جري اكيد راجل اللي هيكون كسبان لان ما ينفعش طبعا ان واحده عمرها ما هتكون بسرعه الراجل وما هتكون ايه صح. انا ماسك اسعاي عايز اقول لك مساعدت على فكره. طب تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الناس المشتركه واحلى مسا عليكم اسلام مسا عليكم كل سنه وانتم طيبين. طيب تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.